محمد علي لقمان، الشيخ حمد الجاسر، رشدي ملحس، محمد العوين. جديدة اليمامة؟ ايه. الشيخ حمد مثبت؟ معك 7 ثواني يفكر. ثبت. ثبتوا لي على الشيخ حمد الجاسر وعطوني الإجابة إذا ما كان شاك أو متأكد. عبد العزيز عطوني الإجابة. جزاك الله خير. الصناديق قدامك يا عبد العزيز، اختر قيمة للصندوق. والله إني أطق من صادق مالي حظي. اعطي 8. 8؟ ايه 8. 600 نقطة ها؟ نعم. 600 نقطة العبد العزيز المسفري مهذل بن مسفر، توكلنا على الله. سؤالك يا مهذل يقول: في صيف 2023 أعلن الزعيم الهلال التعاقد مع سيربي سافيتش قادما من نادي باشكتاش التركي، نيوكاسل الانجليزي، لاتسيو الايطالي، ريال مايوركا الاسباني. لاتسيو. مثبت؟ ثبت. ثبتوا لي على لاتسيو. لاتسيو الايطالي. ثبتوا لي على لاتسيو. واعطونا الاجابه مع حركه الشنب. كيف؟ كان كابتن اتوقع. صحيح. طيب اعطونا الصناديق المهذل ونشوف وش يخبي لك سافيتش. كم رقمه؟ سافيتش كم رقمه؟ مع الهلال؟ 22. 22. 22. يلا اعطونا 22. 600 نقطة. راهي والله سافيتش. محمد بن بندر، سؤالك في الزراعة: ومن زرع حصد. يا محمد أعطوني سؤال. محمد، تستمر رحلة الزراعة بمنطقة عسير 6 أشهر ثم يحين موعد الحصاد المعروف ب الشريم، الصريم، القيض، التبسيل. القيض. القيض؟ اي. نثبت؟ ثبت. معك 17 ثانية. ثبت. ثبت. الجولة الأولى 0 نقاط يا محمد. الجولة الثانية كم معك وقت؟ على أقل تقدير كم معك خيار المساعدة؟ الجمهور ما راح يقصر، اللي قاعدين يغردون الان عبر تاج البزنس 91. ولكن كل نفس بما كسبت رهينه. اعطونا الاجابه. ها؟ ايش راعي مزرعه؟ انس الميموني. اعطوني سؤال انس على الشاشه. وسؤالك يا انس يقول: في اي الحالات يستخدم عقار الزنتاك الذي يحتوي على حاصرات الهستامين؟ نقص الحديد، طرد الديدان، حموضة المعدة، فقر الدم. اتصال يا ابو. اتصال. اعطونا اتصال لأنس ومعها 34 ثانية للمتصل، واتمنى المتصل يسمعنا من التليفون. اتمنى من المتصل يسمعنا من التليفون. واحسبوا لي 34 ثانية عندكم يا اخوان في الاعداد بعد ما يطلع معانا المتصل. واسمحوا لي اني اخذ لي كوبايه شاي بس. معنا علي.
معاك. علاوي شلونك؟ سلم حالك. من وين يا علي؟ حفر الباطن. حفر الباطن. علي بقرأ عليك السؤال، أوكي؟ أقرأ. في أي الحالات يستخدم عقار الزنتاك؟ في أي الحالات يستخدم عقار الزنتاك الذي يحتوي على حاصرات الهستامين؟ نقص الحديد، طرد الديدان، حموضة المعدة، فقر الدم. بالله، في أي الحالات؟ في أي الحالات يستخدم عقار الزنتاك؟ أرحب أرحب طال عمرك، حموضة المعدة، على الشمري، حفر الباطن، تحياتي للناحية. شكرا لك. إيش قال؟ إيش كان جوابه؟ حموضة الحصانة. ما أدري أسأل. شكرا لك يا علي، يقول حموضة المعدة. علي تتفق تختلف؟ نتفق مع علي. ما نطول على ناس ولا علي، اعطونا حموضة المعدة واعطونا الإجابة. الله يبيض وجهك يا علي. الصناديق يا أنس، اختر قيمة للصندوق. عطني يا حبيب أخوك، عطني 20. 20 20 يا 20، 300 نقطة لك منها 150 نقطة. الحمد لله. بما أنك اخترت وسيلة مساعدة سلطان بن دويحس، سؤالك يقول وهو أصعب من السابق، أعطوني سؤال سلطان على الشاشة. من هو المستشرق الذي ترجم مقدمة ابن خلدون للفرنسية؟ فيكتور إنجلو، أريستيد مار، ماك كوغين دوسلان، فيليب مارسي. أول شيء أبوي هاشتاك. هاشتاك. طيب نروح للهاشتاك. البزنس 91. أنت تقول لبيك. لا بالعكس، جو زين. أبشر، تحملوا بس شوي ولا عليك أمر. طيب كالعادة نقرأ تغريداتكم على بال ما يوصل الجواب. أنت تقول أول شيء صح؟ إيه. عندك ثاني شيء؟ إيه، أبغى أقول الله يبيض وجيههم على الحفر. دائما أجينا هنا ما شاء الله، هم اللي يتصلون، هم اللي يدقون، هم اللي يساعدون. الله يبيض وجيههم ويبلغ سلامكم للمناحي. بيض الله وجيه. يعني تقدرون توعدونا بأنه يكون في رحلة قروب للحفر؟ والله ما شرفنا، وإن شاء الله إحنا بنجيهم على كل حال بإذن الله. بإذن الله. متى نقدر نقول؟ على طول إذا خلصنا إن شاء الله، الأسبوع الأول الأسبوع الثاني. يعني أول مدينة راح تروحون لها الحفر؟ ها؟ أول مدينة راح تروحون؟ أول شيء الأمانة بنروح لها لنا ونسلم إيه؟ عليهم. إي حلو، خمس أيام ست أيام وبعدها؟ أول إن شاء الله بنجيهم الحفر. خل المناحي والطوالة يجهزون هناك. طيب نروح للتغريدات. بسم الله على بركة الله. طيب رنو تقول البرايم الأخير دايم يكون خفيف إلا هذا يا رب عبد العزيز أول الراجعين. وازع رجعوه تقول ميعاد عبد الله، والمكيف شغلوه. بتول تقول يا أخي وربي برايم قوي وازع يا رب يرجع. الله يبلغ. طيب طيب بسم الله على بركة الله، ننتظر الأجوبة. طيب قولي يا سلطان، ثبت وثبت. ثبت وشوت. ثبت. سافكس تقول ماك كوغين دوسلان. تتفق تختلف؟ أنا إيه أحس من الجواب مو لي. ها؟ معها معها. يلا ثبتوا لي على ماك وعطوني الإجابة. فين يا سلطان؟ أعطوني الصناديق لسلطان بن دويحس، ولك نصف القيمة الظاهرة. 10. كم قلت؟ رقم 10. 10؟ 300 نقطة لك منها 150 نقطة. لا. وازع صفقت الجولة الأولى للشباب، ما زلت تصفق لهم، ينتظرون أنهم يصفقون لك الآن وتجاوب إجابة صحيحة. ركز 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 يا وازع، وتذكر أن معك وسائل مساعدة. أعطوني سؤال وازع. في القرآن يا وازع، ما هي الصورة التي نزلت في يهود بني النضير؟ الحشر، الخندق، المجادلة، سورة الروم. أول خيار. أول خيار؟ إيه. قله. سورة الحشر. سورة الحشر؟ إيه. ثبتوا لي على سورة الحشر. عندك معلومة ولا رمعة؟ والله ماني متوكد، كذا وكذا. بسهم ولا بدون؟ السهم ما بالحين بعدين. طيب ممكن تطلق السهم؟
على خشم. أعطوني الكام على أطلق السهم، أعطوني الإجابة. أعطونا الصناديق الوازع. الصناديق وازع واختر قيمة. أربعة. أربعة؟ إيه. نشوف ايش يخبي أربعة. 500 نقطة يا وازع، والخيل الأصيلة تسبق في الأخير. الجولة الثالثة على بركة الله مع عبد العزيز. التركيز يا أخوان، التركيز التركيز. عبد العزيز سؤالك يقول في عالم الفورمولا. ايش عالم ايش؟